انا ماني في حتى مجموعه. كيفاش؟ انا مع الحزب. هذا كلام فيه. انا مع اغلبيه الحزب، خاطر المجموعات تحكي عليهم انت اقليه راهو في الحزب، مجموعه نتاع جربه ما عندهاش حظوظ كبيره في الحزب، ومجموعه نتاع تحكي عليها محسن مرزوق نفس الشيء. كيفاش اما ثم 80,000 في الحزب اليوم مع شكون هذوما؟ ثم 8 مع الحزب، مع الحزب ومع تونس. الحزب لا، عمل انتخابات وتخرج. هذا كلام عام سي فوزي اللومي، راهو مع الحزب. الحزب شكون اشخاص؟ الحزب الان هياكل. هياكل الحزب الهياكل. ايش معناها الحزب؟ حزب معناها منخرطين، وكل منخرطين يعملوا مؤتمر، في المؤتمر هذايا ينتخبوا هياكل، والهياكل اللي تخرج هذيك هي الهياكل الشرعيه. خلينا ماشي ما شخصوش الامور، ما ثماش شخص هذا معاه. لكن لعبه الاشخاص لعبه ضروريه في العمل السياسي. لا هذه موجود، يعني اللي يتصاروا هم شكونهم؟ اللي يتصاروا هذوما اشخاص سي فوزي ولا ايش بيه؟ اما الاشخاص هذوما شنو حضورهم؟